رجعنا لكم من جديد مشاهدينا مع أولى ضيوف حلقتنا الدكتورة فوزية القطان استشاري أمراض نساء وولادة. نمسي عليك دكتورة وحياك الله معنا في برنامجنا الدار. مساء الله بالخير دكتورة ويعطيك ألف عافية. دكتورة أنا أشوف أن قبل ما نتعمق زيادة في موضوع الولادة أو كل ما يصاحب الولادة من أشياء تغيرها نفسية وجسدية، لاحظت أن كثير الناس لما يجونك في المنتديات وفي المحاضرات حيل نفسياتهم حيل مقاربة منك، حدثينا عن هذه السياسة اللي تستخدمينها مع مرضاتك. صراحة أنا أشكرك، هذه شهادة أعتز فيها. الله يخليك. بس أنت عارف إحنا نشوف شخص يشوف يعني ناس وايد ومريضات وايد وكل واحدة لها شخصية. نعم. فالمفروض إن أنت تشوف الشخصية اللي قدامك. نعم. وتحللها وتعرف شنو خلال 15 دقيقة أنت عارف الشخصية اللي قدامك، وإذا عرفت عدل تقدر تتفاعل معها، تقدر تتعامل معها. نعم. فأنا عندي دراسة الشخصية اللي قدام، شخصية المريض، لأنه هو في النهاية جايك ويبي مريض، يبي عنده مشكلة، وأنت لازم تفهمه ولازم تفهم شخصيته عشان توصل له وتعطيه حل حق المشكلة مالته. نعم. نعم. شيء جميل. طيب دكتورة نقول يعني فترة الحمل فترة حرجة تمر فيها المرأة، خصوصا إذا كان أول جنين، مشاكل نفسية تمر فيها المرأة، تغيرات هرمونية، شلون تتعاملين مع المرأة في أول جنين، خصوصا إذا كانت بعد سابقتها نقول حالة إجهاض جنينها الأول ومن ثم أحملت بالجنين الثاني بس هي ما جربت الحمل، فنفسيتها تكون جدا متوترة، شلون تتعاملين مع البيشن في هذه الحالة؟ شوفي أنا أقول لك الحين سواء كان الحمل الأول أو الثاني أو الثالث أو أي حمل، كل حمل يعتبر شيء جديد فأنا ما أقارن إذا كانت هي أول حمل أو ثاني حمل. الشيء الثاني إن أنت لازم تشرحين حق المريضة كل شيء، سواء من بداية الحمل وشنو النسات وشنو الأشياء اللي تمر فيها، لأن هذا راح يغير هرموناتها، يغير نفسيتها، شيء جديد على المريضة. فإذا شرحتي لها هي إذا توقعت شنو اللي راح يصير معاها وساعدتيها توصل حق تقدر تكمل حمل معاك وتقدر تفهم شنو اللي قاعد يصير معاها. اذا كانت طبعا مثل ما قلتي اذا كانت مجهضه قبل هالمره بالعكس راح يكون عندها خوف، والله يمكن اجهض هالمره، انا ما ادري ليش اجهضت المره اللي فاتت. انت لازم تساعدينها، واذا كان في سبب طبعا اذا كان عندها سبب اجهضت من قبل وعرفنا السبب هذا شيء زين، لان احنا راح نحل المشكله، راح نعطيها علاج ونحل المشكله. لكن اذا ما كان بين السبب ليش اجهضت هالمره، وثلاث ارباع الاجهاضات اذا كان من اول مره ترى ما راح ينعرف السبب. نعم. فلازم تساعدينها ولازم تعطينها المثبتات وتشجعينها نفسيا. نعم. انك يمكن الحمل الاولاني كان مو طبيعي ورب العالمين خلصت منه، فالحمل هذا راح يكون يعني تشجعينها انه راح يكمل. نعم. راح تكون الامور زينه وتساعدينها وتشرحي لها كل شيء والامور ان شاء الله. دكتوره فوزيه دائما نسمع ان دائما اذا حدث الحمل بعد ال 35 سنه بالعمر 35 سنه يكون حمل غير مستقر ويكون عليه خطر على الام وعلى الجنين، شلون تفادى هذا الخطر وشنو مشكله ال 35؟ شنو الفكره؟ اول شيء هذه مشكله ال 35، هذه نقطه وايد مهمه عندي، وانا صراحه ابي اثبت يعني ابي اركز على شيء ان ال 35 هذه الفترة اللي يقل فيها الإخصاب عند المرأة الحين قبل ما تكون حامل. نعم. زين، بعد ال 35 يقل فرصة الإخصاب، فكل يعني أي واحدة تبي تأجل الحمل راحت لازم تعرف إن عندها ال 35 عدد البويضات عندها راح تكون قليلة، الإخصاب راح يكون قليل. الحين إذا حملت خلصنا من إن قل فرصة الإخصاب، إذا حملت أي واحدة فوق ال 35 راح تزيد المشاكل. نعم. سواء السكر، الضغط، اذا كان عندها الياف، اذا عندها مرض هجب، يعني عندها اشياء تزيد مع زياده العمر. نعم. فلازم يعني نساعدها انها نشيك عليها، نشوف اذا كان عندها مشاكل سكر حمل، الضغط، يبي لها مراجعه. فرصة الإجهاض تزيد بعد ال 35، بعد ال 40، كل ما يزيد عمر المريضة يزيد فرصة الإجهاض. دكتورة يزيد يعني فرصة الإجهاض ولا تعب أكثر؟ يعني أهلنا قبل كانوا ليل الأربعينات ويحملون ويجيبون، ليش الحين نقول لا يعني بعد ال 40 مو زين، يمكن يجي طفل معاق، يمكن مشوه، شو اللي تغير دكتورة؟ هو ما تغير، هي نسبة نسبة، هي من يزيد
عمر المريضة البويضة نفسها ما تكون قوية. نعم. فيزيد يزيد فرصة الإجهاض لأن الحمل نفسه ما يكون سليم. نعم. فعلشان كذي ممكن تزيد فرصة الإجهاض، وأنا أقول هذه نعمة من رب العالمين. نعم. إن الطفل اللي مو سليم خصوصا بالثلاث شهور الأولانية من الحمل إذا نزل 95% منه يكون عندهم مشاكل في الكروموزومات ملوتهم. نعم. فهذه نعمة من رب العالمين إن الحمل قاعد ينزل. تقل نسبة الإجهاض لما تكون المريضة أقل من 35 أو الحامل خلينا نقول أقل من 35، لأن الفرص يعني الحمل نفسه ما يكون فيه مشاكل صحية. فكل ما يزيد عمر المريضة يزيد الحمل اللي مو سليم فتزيد فرصة الإجهاض. الحين على تقولي لي بعد 40 فرصة الطفل المنغولي يزيد، بعد 35 لنسبة على 40 نسبة على 41 45 تزيد النسبة. الحين هي نفس النسبة الأولانية بس يمكن قبل واحدة تحمل وتولد وما يعني مو مهتم بعدد الأطفال اللي عندها، لكن الحين الوحدة صارت مثقفة أكثر، تسمع عن الأطفال اللي مصاحين، عن الداون، عن القرابة لها دور، تلعب دور دكتورة القرابة وسن داون. القرابة وسن المريضة الحين في نوعين، في شيء اللي حتى ممكن يصير في المرأة الحامل الصغيرة هذا كله مشكلة القرابة، لكن اللي يزيد السن يكون له علاقة بالسن. المشكلة دكتورة الثقافة تغيرت الحين، نقول بين الشباب والبنات، يمكن نقول الجيل الطيبين تزوج يعني وتكمل دراسة، الحين تقولك لا أتخرج من الجامعة لو تتزوج 25-26 سنة، والبعض ممكن الشباب يعني حتى ل 30 سنة فيأخرون يعني فترة الحمل. هذا يأثر أيضا على الجنين أو على مشاكل الحمل؟ هذا مثل ما قلت لك يأثر على نسبة الحمل، لأن نسبة الحمل تقل إذا زاد عمر أنا دائما أقول إن الرجال ما عنده مشكلة، الرجل عنده مصنع يطلع للحيوانات المنوية. ونشوف حتى الستينات عاد ما هذا هو، لكن المرأة عندها حصالة، دائما أقول حق مرضاي أنتوا عندكم حصالة، وهذه الحصالة أول ما تنولدون عندكم عدد معين من البويضات، وكل شهر ناخذ يعني كل شهر نستخدم بيضة تطلع، فلما يصير عمرك 35 راح يقل العدد، بعد 35 يقل عدد البويضات، على 40 يقل، على 45 بالطبيعي فرصة الحمل راح تكون جدا قليلة. فدائما أنصح اللي توهم مزوجين أو اللي يحاولون يأخرون إنهم يستعيلون، هاتوا سووا يعني كملوا الأسرة مالتكم، لا تخلونا لا تحاولون تأجلونا، لأن راح تصير المشاكل الصحية مثل ما قال أخ مساعد راح تزيد، والإخصاب نفسه وفرصة الحمل تقل بعد 35. دكتورة فوزية، في أي نوع من أنواع التحاليل في بداية الحمل تبين إذا كان الطفل راح يكون فيه تشوهات معينة وإن كان؟ أنا أشكرك جدا على هالسؤال، لأن في السنوات الأخيرة صار لنا تقريبا سنتين إلى ثلاثة طلع عندنا تحليل، يعني في السابق مثلا كنا قاعد نتكلم عن الداون، في السابق كان الداون ما نقدر نكتشفه إلا لما المريضة تصير لها 4 شهور نروح ناخذ ماي من السائل أمنيوسي ونحط الإبرة ونسحب الماي ونفحصها، فعلى ما نكتشف إن هذا الطفل في داون ولا لا تكون الحامل وصلت للشهر الخامس ما راح نقدر نسوي شيء. حاليا في تحليل على 10 أسابيع، تحليل للأم، ناخذ التحليل من دم الأم وهذا يقول لنا إذا البيبي في داون أو في كروموزوم اللي هو واحد من السندروم 18 و13 و11، وفي يقول لنا نوع الجنين، هذا على 10 أسابيع، يعني البيبي توه يدوبك شهرين ونص يبين إذا البيبي سليم ولا لا. ففي هالحالة نقدر نتصرف طبعا إذا كان الطفل، وهذا الشيء اللي قبل مثلا نقول حق الوحدة عمرها 40 لا تحمل، لكن الحين بدام في تحاليل تبين لي، في تحليل يبين لي الطفل هذا سليم في بدايته، ننصح يعني نقول حق والله ترى في تحليل، حاولوا انكم تتابعون مبكر، موتونا بالشهر الرابع والخامس، تعالوا في البدايه خلينا نفحص عليكم، وخصوصا حق الناس اللي كبار بالسن. دكتوره ما شاء الله العلم تقدم، يعني الحين مو بس ان تفحصين على الجنين في اول اشهر، حتى تقدرين تشوفينه قبل اي دنيا الدنيا في الحين السونار 3D يعطيك جديد طبعا مساعد يشابه امه او يشابه امه ويضحك ويبتسم ويطلعون الصوره صح يطلعون الصوره يعني خلاص لا تستعجلين لما راح تشوفينه يشابه ولا يشابه. وبعدين الشيء الحلو انه على 10 أسابيع تعرفين النوع، ترى هذا يعني شيء طيب. دكتور هذا ما ياثر على الجنين كثره السونار
نقول التحاليل اللي يعني السونارات او اللي يسوونها؟ لا السونارات العاديه ما تاثر، لا الفوردي ولا السونار العادي ما ياثر، لان هذه اشعه صوتيه فما راح تاثر على وحتى التحليل ما راح يكون حق الطفل، التحليل راح يكون تحليل الام حق الام يبين اذا البيبي في داون ولا لا. زين دكتوره فوزيه، نسمع دائما ان الوحده لما تولد في الشهر السابع صاحبه مشكلات نفس يعني صحيه لها وللجنين نفسه، حكينا عن هذا الولد الشهر السابع. الولاده المبكره. المبكره اي نعم. الحين الولاده المبكره تكون اذا انولد قبل 37 اسبوع، إيه؟ يعني ممكن تكون بالسادس، بالسابع، بالثامن. لا. الولاده المبكره هذه صراحه الرعب حق كل طبيب اطفال وحق كل طبيب يعني حوامل، لأن في مشاكل وايد ممكن تصير حق الطفل، مشاكل ممكن تكون في بداية اللي نسميها الشورت تيرم، احنا في البداية يكون عنده صعوبة بالنفس، الرئتين ما استوت، راح يكون يحتاج لأنه ما يقدر يتنفس فيحتاج يحطه في حاضنة، ممكن يصير عنده نزيف المخ، ممكن يكون عنده مشاكل في القولون نفسه مال الطفل، هذه الأشياء اللي في البداية ما يحافظ على حرارته، يقعد في العناية المركزة، هذه في الأولانية يعني يخص، وكل ما يكون الطفل انولد مبكر راح يقعد في الحاضنة أكثر. فدائما أنا أقول إن الطفل يوم واحد يقعد، يعني الطفل بالشهر الثامن ينولد أحسن من السابع. وهذا غير المفهوم اللي نسمعه، يمكن نعرف ان بالسابع يعيش وبالثامن هذا كلش هذه المعلومه كلش خاطئه. احنا اذا ولد بالثامن يكون احسن من السابع، بالتاسع طبعا احسن من الثامن، لان كل ما يقعد في البطن في هو هذه احسن حاضنه، الحاضنه الطبيعيه حق الطفل. الحين قاعد اتكلم عن الولاده المبكره حق هذا الطفل الخدج، هذه في البدايه يعني صعوبه بالنفس، نزيف، لكن على المدى البعيد الطفل الخدج ممكن يصير له مشاكل كثيره صحيح. اللي هو ممكن يصير في تخلف عقلي، ممكن يصير في صعوبه في التعلم ماله، ممكن يصير في ناس يقولون حتى نقص اكسجين. شلون؟ في منهم يقولون نقص اكسجين، يحتاجون اكسجين طبعا، فالاكسجين والاشياء هذه ممكن تاثر على العين، النظر مال الطفل، على السمع، على تركيزه في الدراسه نفسها، يعني حتى ما يكون في تخلف، في اطفال يصيرون عندهم مرض الاي دي اللي هو عدم التركيز في المدرسه، فهذه كذا، فاحنا الرعب، احنا ما نحب الولاده المبكره، ولا يعني مثل ما قاعد اقول انه كل ما يكون في البطن في اشياء تصير تخلي الطفل هذا يصير نموه احسن، سواء نفسه، سواء عقله، سواء في اشياء دائما تصير. بس دكتور يمكن هذه الاشياء واحد ما يتحكم فيها الولاده المبكره، لذلك يعني سمو يعني حطوهم تحت مسمى الخدج. صح. يعني يتم فتره بالحاضنه ولكن سلمه الله وما شاء الله صاروا عباقره، والبعض اللي صح. الله كاتب له احنا يعني. ما قاعد نتكلم عن الكل، إيه احنا قاعد نقول هذه المضاعفات اللي ممكن تصير، إيه مو كل طفل خدج راح يصير فيه هذه فعلا. المشاكل إيه لا، لكن في شريحه انه ممكن يصير فيها دكتوره فوزيه القطان، بما انك دكتوره وما شاء الله نقول الحين احنا داشين على موسم صيف والعرايس وايد، نبي نفهمهم او نقول لهم شنو علامات الولاده، وخصوصا يمكن كثير من المشاهدين الحين على وي ولاده، وانا واحده منهم بنتي. طبعا الولاده انت عارفه الولاده لازم تبتدي في بالالام الحيض، والام الحيض تختلف عن الالام اللي تصير اللي احنا نسميه طلق الكاذب. طلق الكاذب من الشهر السابع الثامن الواحد يحس عوار في بطنها وما تدري ان هذا يعني طلق طبيعي ولا لا، الفرق بينهم ان الطلق الطبيعي يكون منتظم، نفس الطلق الكاذب بس ينتظم ويبتدي وينتهي في ولاده، يعني اذا بدا مثلا كل ساعتين بعدين يبتدي كل ساعه، كل ربع ساعه، كل خمس دقائق، بعدين من يصير كل اربع دقائق اللي يسمونها 411 المريضه لازم تروح المستشفى، يعني الطلقه تجي كل اربع دقائق وتقعد دقيقه كامله، هذا المعدل اللي لازم تروح فيه المستشفى. طبعا انا اقول هذا الكلام بس يمكن هذا اللي ينكتب في الكتب، لكن بالطبيعه اذا والله تطلق كل 10 دقائق وما هي قادره تكمل، لا اول ما هي عوار لا تقولي والله قالت الدكتوره 411 لا هذا الكلام يعني يعتمد يختلف من لا لا دكتوره من العوار يمكن اول ما تقول ودوني ما هذا هو بس هذه الاشياء اللي لازم نفهمهم لا لا مرات لازم الواحد يوضح لما يقول كلمه شويه علشان على قولتهم ياخذون الناس في محمل جد اكثر. دكتوره انت مساحه تحدثتي اللي قلتي الاجهاض يعطونا ابر تثبيت للجنين، هذه الابر هل تعتقدينها لازم كل وحده تاخذها عشان تثبت جنينها ولا تعطى فقط لحالات تحتاجها؟ طبعا
المثبتات اللي نعطيها عباره عن هرمون البروجستيرون، وهذا الهرمون الطبيعي اللي المشيمه المفروض تفرزه وهي اللي تحافظ على الحمل. ما راح ننصح ان نعطي حق كل الحوامل، لان الحوامل عندها مشيمه وعندها هرمون الطبيعي البروجستيرون مالها، فامر طبيعي ان احنا ما نعطيها. لكن الناس اللي يكون عندها مثلا اجهاض منذر، او ان عندها اجهاضات من السابق، اجهاض متكرر يسمونه، عندها اجهاضين او ثلاثه من، نعطيها المثبتات على اساس انه ان شاء الله يتم عليها الحمل وتكمل ان شاء الله. طيب دكتوره، هناك نقول بعض الامراض تكون مصاحبه للحمل، منها الضغط ومنها السكر. في شيء اسمه سكر حمل؟ يعني راح يلازم الام بعد الولاده ولا بس حزه والله دكتور اقول شيء، هذه امراض جديده يعني احنا ما مرت علينا، امراض العصر يمكن نسميها. لا شوفي، طبعا في سكر الحمل معروف، السكر الحمل اللي هو نشوفه يعني يصيب المريضه، يصيب الحامل في الشهر الخامس، يبتدي من الشهر الخامس. يعني اذا اكتشف ان عندها سكر في بدايه الثلاث شهور من الحمل، هذا يكون سكر من بدايه الحمل، يعني سكر عادي مو سكر حمل. سكر حمل نكتشفه في الشهر الخامس، بعد الشهر الخامس طبعا لازم تسوين التحاليل عشان تكتشفينه. والسكر الحمل لازم تضبطينه، يعني السكر الحمل ما راح ننطر لما المريضة يصير عليها أعراض وبعدين نقول والله الحين نعالج، لا، لازم إحنا نسوي التحاليل ونكتشفه في بدايته، لأنه هو مو بس يضر الأم، يضر الأم ويضر البيبي، يضر الطفل إنه يأثر على النمو ماله، يخلي يصير فيه تضخم، قلبه يتضخم، المعدة، الكبد، فيصير البيبي كبير، المدايرة يزيد. والشيء اللي خوفنا في سكر الحمل إن الطفل ممكن يأثر على صحة الجنين، ممكن يوقف النبض ماله، وهذا اللي نخاف منه، اللي يسمونه ستيلبيرث، إن الطفل يتوفى بالشهر الثامن فجأة، يتوفى الطفل، أو بالشهر التاسع. فدائما الحوامل اللي فيهم سكر نولدهم قبل ما يخلصون شهرهم، يعني تدخل شهرها إذا كان كل شيء مضبوط تأخذ على 37-38 نص الشهر التاسع نولدها. على الموضوع هذا ما أدري ليش الحليم عندهم لما تقولها والله أنت هي ما عندها سكر، سويتي لها تحليل واكتشفتي أن عندها سكر، كأنه شيء يعني أنه والله شيء مو طبيعي. يعني أنا قبل يعني ذكرتيني أمس شفت مريضة، فجتني هي تقول لي قصتها، قالت لي دكتورة تذكرين أن سويتي لي تحليل العام وقلتي لي فيه سكر، بس أنا ما صدقتك ورحت ولا اهتميت في الموضوع لحد الشهر الثامن. ورحت راجعت مكان ثاني بالشهر الثامن، ما حسيت البيبي تحرك، اخر الثامن شيكوا علي قالوا البيبي متوفي. سكر الحمل اثر عليها، حاولوا يولدونها ما ولدت، سووا لها قيصريه طلعوا البيبي 4.5 كيلو. فهذا الطفل فيايا هي تقول يا ريتني انا سمعت الكلام، يا ريتني حافظت، يا ريتني تابعت السكر على اساس ما يصير فيني هذه المشكله. فسكر الحمل رجاء من جميع الحوامل انهم ياخذونه بشكل جدي، لانه ممكن يضرها ويضر البيبي في أو يعني بالاساس. دكتوره فوزيه، يمكن سؤالي من صلب سكر الحمل، بما انك قاعد تقولين انه هذا جدا خطر ومرات يكون سايلنت، انت ما تدرين عنه، الفكره شلون انا يعني المراه الحامل لانه يمر بجسمها بتغيرات كثيره، ممكن يمر عليها تغير وما تحس، شنو الاشياء اللي تصاحب سكر الحمل؟ يعني اشياء بسيطه ممكن الواحده تنتبه عشان تروح تحلل اذا ما كانت تروح باستمرار للدكتوره. السكر الحمل لازم طبعا في يعني هذا روتين احنا نشيك عليه في بدايه الحمل. وبالشهر الخامس لازم تشيك عليه روتين، حتى لو مثل ما قلت لك ان احنا ما راح ننطر لما يصير عندها اعراض انها تشرب ماي وايد او انها تروح الحمام تتبول وايد، ما راح نوصل لها المرحله. هذا راح يكون السكر خلاص يعني اوريدي اثر عليها. لازم نسوي التحاليل المبدئيه مع تحاليل الحمل الشامله، يكون في تحليل يسمونه تحليل سكر الحمل. فيختلف طبعا من مكان لمكان، في شيء نعطيهم شربه يشربونها ويسوي لهم تحليل، فاحنا اللي بنكتشف في قابليتها حق سكر الحمل، مو عليها اعراض، ما راح ننطر الاعراض، راح نشوف قابليه، هل ان احنا اعطينا مثلا محلول جلوكوز بعد ساعتين، هل هي تخلصت من هذا المحلول ولا لا؟ فاذا ما تخلصت منه معناته ان هي قابليه حق سكر الحمل. الحمل نفسه اللي عندها يعني مثلا والدتها فيها سكر، اللي عندها وراثه، ونفس الحمل يطلع هرمون، يفرز هرمون الكورتيزون، اللي ما فيها سكر ممكن يخلي لها تكون عرضه ان يصير عندها سكر حمل. الله يحفظ الجميع ان شاء الله. طيب دكتوره، نقول الحميه مع الحامل، بعض الحوامل يزيد وزنهم وايد، وقمنا نسمع اخر فتره والله دكتورتي قالت لي سوي دايت وانت حامل، مدى صحة هذه المقولة؟ صدق الحامل يسوي دايت إذا كان وزنها زاد؟ أو لكم أنتم نقول مقياس معين أو لمت معين إن الحامل لازم توصل حق هذا الوزن؟
الرقم؟ 10 كيلو 20 كيلو، ايش قدر تكون الزياده الطبيعيه حق الحمل؟ شوفي الزياده الطبيعيه بالحمل تقريبا من 10 ل 12 كيلو. انا ايج في 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 موضوع ثاني، ان خصوصا يعني الحامل في اول حمل دائما نشوفها تزيد وزنها، تزيد 20 25 في اول حمل، لان الكل يضغط عليها اكلي، لازم تاكلي، لازم تاكلين حقك وحق البيبي، فتاخذ راحتها وتزيد زياده مو طبيعيه. احنا نقول لا، احنا نقول ما نبيش تسوين دايت، لكن نبيش تاكلين هيلثي. زين يعني والله هي ممكن تحافظ على الوزن مالها، ان مثلا تشرب حليب، تشرب حليب قليل الدسم، ليش تشرب حليب فل حليب فل دسم؟ حليب قليل الدسم فيه كالسيوم اكثر من فل دسم، ففائدته اكثر. فانا بنفس الوقت سويت حميه، لكن سويت حميه هيلثي، حميه صحيه، ما باكل نشويات، ما عندي مشكله اكل بروتينات بدالها. فالحميه ممكن يعني ممكن الوحده تحافظ على وزنها، يزيد بالمعدل الطبيعي بس بدون ما تضر الجنين. ممكن سؤالي ينطلق من هذه المرحلة اللي هي الحمية الغذائية والأشياء هذه. الوحدة بعد ما الله يقومها بالسلامة أول ما تولد تروح عند أمها تبدأ تسوي رجيم، إيه هناك يبدأ عاد الأكل القبور والحسو واللهوم والأشياء هذه، الأعشاب اللي دائما الأم تقدمها للبنت على أنها تقضيها أكثر. هل أنتم مع هذه الأشياء بكثرة ولا تقنين ولا قطعها نهائيا؟ حكينا عن هذا الجانب من النفاس وما أدراك ما النفاس القبوط النفاس والقبوط والحسو العادات والتقاليد هذه اللي موجودة أنا أعتقد بس بالكويت، يعني في كل ديرة فيها، لكن إحنا عندنا بالكويت اللي هو الحسو والرشاد، هذا يعني نقدر نمشي شوي. لكن في شيء يسمونه اللهوم اللي يحطوا لها قرشة ويحطوا فيها بهارات وفلفل أسود وكل البهارات ولازم تاكله يوميا، طبعا هذه الأشياء يعني 100% راح تضر، خصوصا تضر الوحده اللي ترضع، لان هي راح تاخذها راح ينزل بالحليب، البيبي راح يصير فيه راح ياثر على راح يصير فيه سهر راح يصير فيه حساسيه. فهذه انا ضد، يعني دائما اقول والله اللي مشتهيه تاكل قبوط خليها تاكل شويه قبوط، انا ما عندي مشكله، ما راح يضرها، وبنفس الوقت ممكن ما يفيد، يعني ممكن ان هي والله عادات وتقاليد انا ما اقدر اقول عنها شيء. لكن الحسو، لكن اللهوم والاشياء اللي لا، ولا تشربين الماي، ليش ما تشرب الماي؟ الماي الخيار ما تاكلين، الفلفل الاخضر ما تاكلين، ليش ما تشربين الماي؟ الحليب 95% منه ماي، فانا شلون امنعها بالماي وبهالجو هذا الحار؟ شلون انا امنعها؟ فانا اقول حق الوالدات شرب، اكلوا صحي، اكلوا خضره سلطه بروتينات، مشتهين شويه قبوط اكلوا، بس لا تاكلون هذه اللهوم والحسو والاشياء اللي كلها شكر وكلها دهن وكلها. انا ادري الامهات والجدات راح يزعلون مني، لكن هذا راح يضر. مع النصيحه الجميله دكتوره فوزية القطان، كل الشكر لك وتواجدت معنا، وان شاء الله نشوفك في لقاءات اخرى. مشاهدينا اخذوا النصيحه، نقول من افواه المختصين، من دكتوره فوزية القطان. نطلع هذا الفاصل ونرجع لكم.